وينضم إلينا الزميل عصام من إقليم الحوز تحديدا من منطقة لاتكركوس للحديث عن تعاونية للأجبان تشغل أبناء هذه المنطقة وتقدم منتجات راقية. عصام مرحبا بك ولك الكلمة تفضل. مرحبا بك نوفل ومرحبا بالمشاهدين الكرام وكذلك الضيوف الكرام. كنت واجدوا بجماعة للا تكركوس بإقليم الحوز باش نتعرفوا على واحد التجربة ديال تعاونية اللي قادتها مجموعة من النساء ديال أحد الدواوير بهذا الجماعة. هاد النساء اللي بداوا بواحد الاكتتاب ديال 4000 درهم فيما بيناتهم باش ينشئوا هاد التعاونية. بغينا اليوم نشوفوا هاد 4000 درهم فين وصلت شنو داروا بها. البنات السلام عليكم، جينا عندكم اليوم لهذه التعاونية ديال الأجبان، بغينا نتعرفوا عليكم ونتعرفوا على شنو كتقدموا من خدمات. نبدا معك، شنو كتقدمي من خدمات التعاونية؟ كنخدموا الفرماج وكنتعلموا ليه وكنقادو، تعلمنا شحال من حاجة صراحة، كلشي تعلمنا دروك. يعني أنت متخصصة في لومبالاج ديال الفرماج؟ لومبالاج الفرماج كلشي تعلمنا ليه. يعني كتخدمي تحت التسايبي؟ وي كلشي. واخا الا سولتك واش من قبل كنتي كتعرفي لهاد المهنه هادي واش قريتي عليها ولا تعلمتي غير في التعاونيه؟ لا صراحه ما ماني قريت عليها، يعني بالنسبه فجيت لهاد التعاونيه يعني تعلمت منها، يعني ماشي كانت عندي درايه ولا فكره على الفرماج ولا، بالعكس حتى جيت لهنايا تعلمتها، يعني تعلموا علينا هنايا. الا سولتكم دابا نتوما بجوجات خدامات، غنبدا معاك انت الاولى، شنو هي قيمة الخدمة بالنسبة لواحد البنت في القرية؟ زوينة، تستفد من أي حاجة وكتستفد من شحال من حاجة، كتنفعنا في شحال من حاجة. مثلا كتشري راسك وكدير كل شيء راسك، ما تتسناش شي حد يشري ليك كله. نعاود نفس السؤال، لكن دابا شفنا البنت في القرية ما بقاتش هي البنت ديال شحال هذه، تطورات ولا عندها حاجيات؟ يعني من ناحية يعني ولات بغا تعرف وبغا تكتشف وبغا يعني ما بقاتش القرية كما كانت، يعني ولا فيها بزاف الحوايج، يعني تزادونا ولات متطورة، يعني ما بقاتش كما كانت. السلام عليكم، أنا بشار لوكسير، متكلفة بلاجيستيون ديال لونيتي. أنا حاملة دبلوم التير وإدارة المقاولات وكنتمي للمنطقة. التحقت بالتعاونية مؤخرا، التعاونية اللي هي نسوية ومتكلفة أنا مثلا بعشرين فام، بالإدارة ديالهم التقنية والفينانسيير. ألوغ التعاونية بدأت بكاتميل درهم، 4000 درهم، كانت فكرة ديال الرئيسة وبعض العضوات ساهموا يعني بدات بقليل ماشي بزاف، والحمد لله دابا راه ولينا كنتعاملوا مع شركات، وبحال مثلا هاد لي ديرنيير فاكتور ولاو عندنا مثلا في الشهر 10000 درهم 20000 درهم، يعني احنا غاديين في التطور والحمد لله شي راه غادي للاحسن، وهادشي اللي كنتمنى نطمحوا ليه. وتعاونيه نسويه 100% والمنتوج ديالنا محلي وارتيزانال. لالا نعيمة، حنا عندكم اليوم ضياف، بغينا نتعرفوا على التعاونية وشنو كتنتجوا في التعاونية. نعيمة العسري، رئيسة ديال تعاونية الألفة لإنتاج الجبن بجامعة للا تكركوست. هذه التعاونية نشأت في 2012 بمجموعة 7 ديال النساء ديال المنطقة، الفكرة جات هكا. الهدف هو خلق فرص شغل قارة للمرأة ديال المنطقة، سواء النساء والفتيات اللي عندهم شواهد ومستوى دراسي معين. بالنسبة للتعاونية ديالنا تنديرو تحويل الحليب ديال المعيز وحليب ديال البقر إلى جبن. بالنسبة للأنواع ديال الفخوماج اللي كنديرو جبن طري وأنواع ديال الموتزاريلا. هذا المنتوج عنده الحمد لله عنده إقبال متزايد، وحاليا عندنا شراكات مع شركات ديال التوزيع على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني، وكنشاركوا في معارض دولية ووطنية بحال معرض ديال مكناس. هذا العام هي المرحلة الثالثة، المرة الثالثة اللي غادي نشاركوا فيها إن شاء الله. تقول لي كيف كتسوقوا بالضبط هذا المنتوج ديالك؟
المنتوج ديالنا كنسوقوه على المستوى المحلي بالنسبه للمقاوي السياحيه اللي كاينين عندنا هنايا، وكنسوقوا في مدينه ديال مراكش والدار البيضاء. عندنا ديك اليوم اللي كيجيو عندنا كياخذوا المنتوج ديالنا يوميا. هاد التعاونية حققت هاد النجاح اللي حققته حتى اليوم، ذلك بفضل على أن النساء ديالها آمنوا بالفكرة، كذلك عملوا على أنهم باش ينزلوها، كذلك الدعم اللي لقاو من قبل شركاء دوليين وشركاء محليين اللي خلاهم أنهم حققوا هاد النتائج ومازال طامحين. وهذا الشيء دائما كنركزوا في الحلقة ديالنا على النمرة والكفاح ديالها والنضال ديالها من أجل أنها تحقق الفكرة ديالها، وأن تغيير بيديها ما بيد شي واحد اخر. كان معكم عصام العباري من جماعه لاله تكركوست.